ويتوج بعد تسجيل الهدف الاول هو وزميله شكري الواعر قائد الفريق الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظه بالذات يرفع الكاس كاس الكونفدراليه الافريقيه. كبير شهدوا البارح الملعب الأولمبي بالمنزه بمناسبة لقاء الإياب لنهائي كأس الكونفدرالية. جاوي وبخور وحضر الدور وهنا جينا يا سادة الانتصار كالعادة. وبالفعل الجمهور جاء وأظهر وفاء لجمعيته. عيطة وزيطة وغناء وسياح وللترجي كان أفضل سلاح. الاستعدادات كانت كبيرة والتركيز قبل اللقاء كان أكبر. حلت الفليجات وتعلقت الحويجات والورود جات. واحد يحضر في الصبات وفتحي عبيد يحضر في الفصمات. تمسيدة وفركة وتنهيدة ويوسف الزواوي يتفقد في الإجازات. كل بلاد ورطالها وكل فريق وطريقة تسخين، وحتى الحكام عندهم في التسخين ما يقولوا، لكن كل غريبة وغريبتها إلا التصفيرة الأنجولية وشطحتها. ليلة قبل اللقاء عملنا طلع على الجمعيتين وتحدثنا مع المدربين والملاعبية والمسؤولين. المقابلات اللي ذوما متاع الألقاب ديما ليلة تتعدى طويلة شوية، مش كما الليلات متاع المقابلات الأخرين يظل معناتها واحد يريد روحه تركيز معناتها فما برشا حاجات يلزم لاعبي يبعد على الستريس هذا نتاع المقابله هذه. يظل معناتها كل شيء باهي، جو باهي، ان شاء الله ننزل الكوبا هذه. كل مقابله تخوف خاصه في نهائي كيما هذا. لكن انا نقول سي عامر انكم لعبتوا مع الفريق هذايا، علاش متخوفين منه وقت انتم ما تعرفوا؟ كما قلت لك الكرة ما تمنهاش الفريق هذا باهي، احنا اقوى منه، اما هو زاد مش دوني معناها المفاجاه ممكن زاد. المقابله هذه متغايره، زدنا عرفنا اكثر منافس، نلعب على ميدان عندنا لاعب عدد 12 اللي كنت تحدثنا عليه، امكانياتنا ماناش معناها متاكدين منها، ماهوش ثقه مفرطه، بالعكس هذا ثقه في الشيء اللي عندنا فيه. والفريق معناها كل مقابلات اللي خاضهم في تونس اكد اللي هو فريق يقدر يسجل اكثر من هدف. كل واحد كان حارس على الربح، لكن حرص الترجيين كان اكبر، وهذا اللي خلاهم يدخلوا المقابله بقوه ويضغطوا على منافسهم منذ اللحظات الاولى بواسطه التسربات الجانبيه للبدراوي والجابسي والحمروني، ثم التوزيع في اتجاه زياده المساني. وما مروش 10 دقائق على بدايه اللقاء حتى يتمكن المساني من التسجيل بعد ركنية نفذها الكنزاري، وزياد على مستوى القائم الأول ينقض على الكرة ويسجل الهدف. هدف جاء في وقته، كان من المفروض أنه يزيد في ضغط الترجيين، لكن العكس هو اللي حصل، حيث خفض الترجي من نسق لعبه مما سمح للأنغوليين باش يهدوا مرمى شكري الواعر ويكتسحوا نسبيا مناطق الترجيين. لكن زملاء طارق ثابت سرعان ما عادوا وقووا في نسق لعبهم من جديد وتوفرت لهم بعض الفرص وخاصة للتلمساني، لكن التسرع أمام المرمى خلى نتيجة الشوط الأول تبقى على حالها. هدف جاء في وقت مثالي، أنا هدف جاء صحيح في وقت يساعدنا وخلينا نلعب أكثر هجوم وارتحنا نسبيا مكل الفرق.
لكن الترجي ما وصلش بنفس السرعه بنفس النسق اللي دخل بهم المقابله بعد الهدف. هذا منتظر خاصه بعد ما سجل الهدف هذا نتاع التفوق نتاع الخصم، فما نوع من الحذر، لكن حاولنا باش نخلقوا عده فرص لكن الكل جات بركنيات. المطلوب في الشوط الثاني سيوس مطلوب اكثر التركيز خاصه في وسط الميدان والرجوع بعد ما نخسر الكره، خاصه الرجوع التمركز بوجه تلعب على وجهك ما تلعبش بظهرك، الخصم خاطر يطلع بفنيات معناها ما باهية معناها قاعد يتحكم في الكرة. في الشوط الثاني ومنذ الأربعين ثانية الأولى ركنية للترجي يستقبلها تلمساني بالرأس وشيكو يبعد الكرة من الخط النهائي، تعود أمام الكنزاري اللي يصوب حسان يروض وبدر بكل قوة يسجل الهدف الثاني. مرة أخرى الترجي يسجل في وقت مثالي، لكنه مرة أخرى زيادة يقع في نفس هفة الشوط الأول وهو التراجع النسبي للوراء والتخفيض في النسق وترك المبادرة للأنغوليين، لكن يبدو أن التراجي كان يعرف القيمة الحقيقية لمنافسه وعلى هذاك ما حبش يجازف مجازفة كلية بالهجوم خاصة وأنه حقق المطلوب، لكن هذا ما منعش التراجيين باش يخلقوا الاختر كل ما توفرت لهم الفرصة وكان بإمكانهم باش يصعدوا الفارق ويتهناوا فرد مرة، لكن مراد الشابي يخطئ المرمى بصفة غريبة. اللحظات الأخيرة كانت صعيبة على الجميع، لكن خبرة وصنعة الترجيين خلتهم يكملوا سالمين آمنين.